عايزك شو بيك خيلتني رايح جاي فيك تجمد بقى؟ ليك شو بخصك زبطني رايح جاي من هلا للصبح؟ بعدين تعي تعلي انا لو محلك بستفيد، انا عم بوزع شوي من الكاريزما، اطلعي حواليكي فتشه يمكن اهار مني شوي، خديهم بفيدوكي. اصلا ما في شي هار الا كرامتك، انتبه له. ماشي وماشي، العمى ما اسالك، العمى ما اسالك. عايزك واو 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 خلاصي انت. شو انت؟ شو هالجمال هيدا؟ مش معقول. اه شفتي؟ ميرسي، اصلا انا دايما هيك ثانك يو. انا رايح ارجع حالي لديزاينرز. ديزاينرز؟ ما تكون فكر بدك تفوت بالموديلينج مثلا؟ اي ديزاينر بده يخيط لك لإلك؟ انا بفكري لو بدرز لك راسك على شي مكنه بس بخاف ينفس لانه فاضي. ما في غير راسك فاضي. اسعى رديني عنك. وفاء سوري ميا سوري افهم ردتني عنا. شو هالشركة هيدي؟ صار لازم تاخد دبلوم بكب الفنجين، شو هيدا؟ اصلا صارت ديجا في مدام لامي. وفاء خلص بسيطة بسيطة. سوري سوري خلصوا. تفضل. ميا؟ شوفي شو صار معك. ماشي مهم، ما تعطى الهم، التأم تبعك ما صار له شيء. مش مشكلة بتنحل، أراضية. مش مشكلة؟ بين إنك اهتميت كتير، كيف أنا بدي أروح أغير تيابي بالبيت؟ ما بتعرف عشان تسير؟ غيري قميصك ولبسي هيدي، لو واسعة شوي بس بتفيد. بعدين زرقاء حلوة. تشبه عيونك. بتعرف عشان تسير وهيك أنا ما بوصل على البيت وبرجع بسرعة. أنت كتير حلوة. لوين؟ عالو كافي. نايس تشويس. طبعا. بس ما فيني اتاخر لانه بدي اظبط حالي العشيه. شو عم تعملي؟ فضيت البطاريه؟ بدي اسمعك اغاني، نزلت اغاني على تليفوني كثير حلوين، هلا بنسمعهم بالروحه بالرجعه. اه كاسات منوعات يعني؟ كاسات منوعات؟ شو فيك دخلك من قرضوا الكاسيتات؟ بلا القرضوا بس على ايامنا كانت هي الموضه يعني، كان في كاسيتات فيهم فاس او فاس بي ويلا قلوب من هون لهون. ايه لانه يلي بيسمعك بيقول في رومانسيه التسعينات بيناتنا. شو بدك دخلك كانك اكبر مني بشي 20 سنه؟ واو حلوه كثير هالغنيه. بتعرفها؟ لا. فاشتغلت اسيستنت عندي وكنت كتير مبسوط من شغله. واو كمان صرتوا تدكشوا اسيستنتس بهالشركه؟ في شيء تاني لفت لك نظري غير التحيه اللي عم تعمليه عني بالشركه؟ لا مش هيك، بس انت منك منيح، مش مرتاح، حتى نفسيتك حسيتها تعبانه. شو صاير ومين زعلك؟ واخيرا في بنت قدرت تفوت على قلبك، فاتت وحرقت لك قلبك. بالعكس حبيبتي ما في شيء مزعلني غير الشغل والهموم. That's it. شو complicated العلاقة؟ ممكن. وبتقلي انك متصالح مع نفسك وما عندك هموم؟ مش واضح ابدا هذا الشيء. اذا بقيتي تحكي رح يصير عندي هم. على فكرة عجبني الميجر تبعك ستايلست، يعني لفت لك نظرك بشي وبعدني بلفت لك نظرك. واثقة من حالك؟ طبعا. ما بعرف اذا لاحظت بس انا كبرت وصرت مرة واثقة من حالها وبتعرف شو بدها. لاحظت انك كبرتي. كبرت. مبسوطة انك عم بتلاحظ اكتر. بوقتها كنت بعدك شايفني صغيرة. اخر الوقت لازم نروح على الحفله، انا لانه ماني طايق البدله بدي اشرحها. اوكي طيب اوكي تشيك بليز تشيرز.